أهلا بكم إلى أخبار بلا سياسة، ونبدأ هذه الجولة تحديدا من استراليا. في ملبورن بؤرة انتشار كورونا في هذه البلاد تحررت أخيرا بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق الصارم. المدينة الأسترالية التي يقطنها 5 ملايين شخص أغلقت أبوابها في أوائل شهر يوليو بعد تفشي الموجة الثانية بها، والآن تم تخفيف القيود المفروضة على التجمعات في المنازل وإعادة فتح المطاعم والمقاهي. في فرنسا تمكن عشاق الأفلام من المشاركة على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الشهير، المهرجان الذي تم إلغاؤه في وقت سابق من هذا العام بسبب كورونا. نظم حدثا صغير المستوى لمدة 3 أيام يعرض مجموعة من الأفلام القصيرة. سيتم عرض 4 أفلام كان من الممكن أن تكون جزءا من المسابقة الرسمية الرئيسية في مايو. من فرنسا إلى الولايات المتحدة وتحديدا في لوس أنجلوس، تم إلغاء مسيرة احتفالية في يوم الهالوين الشهيرة وتحويلها إلى رحلة بالسيارة من دون تلامس. الاحتفالية هذه تسمح للسيارات بالمرور عبر العديد من العروض ذات الطابع الخاص والمصنوعة من القرع، طبعا كهوليوود أو اليقطين كهوليوود أليس في بلاد العجائب، وأيضا الديناصورات وغيرها من هذه الأشكال. ويستغرق مسار العرض 25 دقيقة لاجتيازه بالسيارة. من هنا إلى الصين، بؤرة كورونا. ارتفع متوسط العمر المتوقع للسكان إلى 77 عاما خلال خطة 5 سنوات الثالثة عشرة في الصين. فخلال 5 أعوام الماضية استراتيجية البلاد كانت دعت إلى الانتقال من نهج التركيز على العلاج إلى نهج التركيز على الصحة. في عام 2019 انخفض معدل الوفيات المبكرة للأمراض المزمنة الرئيسية في الصين بنسبة 10.8% مقارنة بعام 2015. من الصين وهذا الخبر السعيد، بدل أخبار كورونا نعود إلى القارة العجوز وتحديدا في هولندا. شركة محلية أعلنت أن سيارتها الطائرة منحت تصريحا قانونيا للاستخدام على الطرق في أوروبا. السيارة الطائرة تعرف باسم ليبرتي، يمكن قيادتها لما يصل إلى 160 كيلومترا في الساعة. سيبدأ تسليم الطائرة التي تصل قيمتها إلى 400,000 يورو اعتبارا من عام 2022. طيب. إلى لعبة كراش بانديكوت، لعبة الفيديو الشهيرة، أعلن مطوروها عن إطلاق نسخة خاصة لأجهزة الآيفون والأندرويد في ربيع العام 2021. في الإصدار الجديد سيتمكن المستخدمون من تحميلها كتطبيق على هواتفهم الذكية. ما الاهتمامات بهذه الألعاب؟